أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا تعارضت قاعدة الحظر مقدم على الإباحة، نعم، إذا تعارضت قاعدة الحظر مقدم على الإباحة مع قاعدة أن الأصل في طعام أهل الكتاب الحل في مسألة اللحوم المستوردة، فكيف نعمل في ذلك؟ من قال أن الأصل في أطعمة الكفار الحل؟ الأصل فيها التحريم إلا ما ذبحوه على الطريقة الشرعية. لو أن مسلما ذبح على غير الطريقة الشرعية حرمت ذبيحته ولا يقال الأصل الحل، فكيف بأهل الكتاب؟ نعم.